يعني انا عايزه احكي لكم بس في بدايه الفقره دي حكايه صغيره كده. الحكايه دي كانت مهمه قوي بالنسبه لي. الحكايه دي كانت بتحكيها لي جدتي الله يرحمها، كانت دايما تقول لي لما الحال يشتد بينا جدا جدا فالمفروض اللي نعمله ان احنا نطلع صدقه او نطلع خير. يعني مثلا لما البيت ما يبقاش فيه اكل، اخر اكل في البيت نطلعه نديره لربنا. لما يبقاش معاك فلوس وتبقى محتاج فلوس جدا، طلع اخر مليم في جيبك للصدقه وهو هيترد لك، زي طبعا ما مذكور في القران وفي السنه النبويه الشريفه. ففعلا بيوتنا ماشيه بالبركه، هي دي معنى الكلمه، ان بيوتنا ماشيه بالبركه، ودي حاجه مهمه قوي. الايام اللي احنا بنعيشها دي ايام صعبه جدا، معدل التضخم كبير جدا، مش عندنا احنا بس لكن على مستوى العالم كله. في اسر كتيره قوي بتنام من غير عشاء، ده حقيقي، في ناس بتنام من غير عشاء ومن غير فطار ومن غير كسوة ومن غير احتياجاتها الأساسية المهمة جدا. عشان كده مهمة قوي فكرة الأعمال التطوعية الخيرية، والمفروض إنها تكتر جدا الأيام دي. كل واحد معاه قرش، مش هقول زيادة لكن ممكن يخرجه، يخرجه وما يترددش. لو يقدر إن هو يستغنى عن حاجة من الرفاهيات اللي بيعملها في حياته عشان يديه لحد يجيب بيها ضرورية في حياته، يا ريت. هو ده التكافل الاجتماعي اللي أمرنا بيه ديننا الإسلامي، واللي بتحس عليه كل الأديان السماوية الحقيقة. خلونا نرحب بضيفنا الأستاذ حازم محمد صابر، متطوع لأعمال خيرية. أهلا بيك أنا سلام حضرتك يا فندم، أنا سلام. أستاذ حازم. بقالك قد إيه بتشتغل في المجال ده؟ في الحقيقة يعني من فترة كده، يعني نقدر نقول أكتر من 8 9 سنين، يعني ياه، من بدري، فترة طويلة. فترة إيه طويلة. اللي خلاك تروح للمجال كده؟ هو ده المكان نفسه بنادي صعب، يعني أنت يمكن قلت حضرتك إن بنعيش أيام صعبة وكده، فأنت لما تكوني وسيلة للخير، إن أنت تدلي على الخير الدال على الخير كفاعل. كفاعله، بالظبط كده. فاحنا ما الا سبب، يعني احنا بندل بس على الخير يعني، لكن يعني ممكن بيجي حد مثلا حاله مش بتبقى عارفه مثلا ان العمليه بتاعتي دي بدل ما تعملها مثلا بفلوس ممكن تعملها على التامين الصحي مجاني. احنا بس ما الا يعني ايه سبب، نقول لها مثلا تجيبي اوراقك توجه للتامين الصحي، التامين الصحي ان شاء الله باذن الله هو نفقة كفيل، يعني الدولة. نفقه الدوله بالظبط كده وبتتعمل. اما يعني بالنسبه لنا احنا يعني كشباب، احنا اللي بنقدر نجمعه بالنسبه للحالات اللي هي مش بتبقى ليها خدمات، بنقدر مثلا نعمل كفالات، توزيعات اطعام، مباني، اسقف، فاللي بنقدر عليه يعني من مع مجموعه الشباب بنقدر ايه نعمله ان شاء الله. انتوا قد ايه متطوعين؟ احنا 12، حوالي 12 حوالي 5 شباب وحوالي 7 فتيات، يعني فتاة اكتر كمان. اكتر لان هم ماسكين المطبخ، يعني هم مسؤولين عن الاطعام للحقيقه، هم تعبانين جدا معنا في الحته دي. هم مسؤولين طبعا ان معاهم بعد كده، بعد ما هم بيخلصوا الاطعام بنجي نغلف معاهم، وبنيجي بعد كده بقى الاسر بتبقى ايه طبعا مدروسه ومبحوثه. في كل قريه بيبقى فيها من شاب خيري هو اللي ماسك القريه، متطوع لله بدون اي اجر، بيمسك الإطعام ده، بيبقى عارف مثلا الأسرة دي عددها 4، الأسرة دي عددها 5، فبيبدأ يوزع وجباته على كل عدد أسرة. انتوا بتشتغلوا في اطار محافظة اسوان مش كده؟ احنا بنشتغل في محافظة أسوان كلها، يعني تقدر تقول يعني لحد مركز كل أكس. مراكز اسوان طبعا كلها يعني بنشتغل من فيها اول ادفو لغاية لحد أسوان، ادفو كومومبو كله نصر النوبة طبعا، اسوان كله موجود. كله طبعا، دراو قرى كومومبو كلها طبعا، قرى دراو كلها، اي قرى في محافظه من داخل محافظه نطاق محافظه اسوان شغالين فيه، توصيلات ميه، خطوط عموميه، علاج. ما بن يعني هو المريض ان اتى من اي مكان فهو مريض، هو حاله مستحق، يعني ما يشترطش اني ده من اسوان وانا من دراو فانا هديله، لا طبعا، لا هو مريض عندي وهو حاله مستحقه مدروسه ومبحوثه تماما، فبنقوم على طول معها بالمتاح، يعني بالخدمه المتاحه قدامنا. الدعم بيجي لكم منين؟ الدعم الجمعيات الخيرية والأهلية، مؤسسات المجتمع المدني، أصحابنا وأصدقائنا اللي حوالينا، أصحاب المحلات، بنحاول نعمل معهم أسهم. والله يا شباب مثلا، طب احنا عندنا حالة مريض وكذا كذا مثلا، ده مثلا محتاج يعمل عملية مش موجودة مثلا عمليته على نفقة الدولة، محتاجين مثلا، انتم محتاجين مبلغ قد ايه؟ طب احنا مثلا محتاجين كذا، خلاص انت عليك كذا وانا علي كذا، نبدأ نتصل على الدكتور اللي هو ماسك الحالة مثلا أو اللي هيعمل العملية،
بنفهم ان احنا مجموعه شباب قوارير الخير وكده يعني، واحنا شباب في الخير وكلنا في الخير طبعا، واحنا لمينا للحاله كده مثلا تمام وخلاص ما فيش مشكله. وبيبدا برضو حد من عندنا يمشي مع الحاله يسافر معاها، وبنعمل الاجراءات اللازمه هناك والحمد لله بتتم على خير يعني الحمد لله. بتلاقوا الدعم ده بشكل سهل ولا بتلاقوا صعوبة ان انتوا في بعض الأحيان تجمعوا بعض التبرعات؟ اكيد في صعوبه، لاني النهارده مثلا برضه لما يبقى تبرع معك عمليه كبيره برضه بتحسي برضه بالصعوبه، فما بتقدريش تضغطي على اللي قدامك يعني، انت بتحاولي بس توصلي صوته يعني. انت برضه في النهايه سبب يعني، انا في النهايه انا ومجموعتي مجموعه قوى الخير احنا سبب، ال 12 سبب يعني. انا مثلا بتكلم من ناحيتي، والله يا جماعه حاله كذا كذا يوجد مثلا على ذمتها كذا، عاوزين كذا، محتاجين كذا كده، فانت بتبقي سبب من ضمن الاسباب، لكن في النهايه النتيجه دي بتاعت ربنا مش بتاعتك انت، طبعا النتيجه دي بتاعت ربنا. طبعا انا بعمل بس اللي عليا، بحاول ان انا اخف عنه، بحاول ان انا اساعده، بحاول ان انا اساعده، ولكن الخدمه في النهايه دي بتاعت ربنا برضه. حضرتك قلت لي ان انتوا كمان فاتحين باب الكفالات، يعني في اسر كتيره بيتم كفلها بشكل او مظبوط باخر عن طريق اسهم، بتحددوا ده يعني لما حد يتواصل مع حضرتك يقول لك انا عايز اكفل مثلا اسره او اتنين او تلاته، هل بتاخد منه اي مبلغ وبتحطه انت في المكان المناسب، ولا بتحددوا اسهم محدده بعينها، مبالغ محدده بعينها، ولا ايه؟ لا، احنا عندنا حالات اللي كافلين من حضرتك المرضى والايتام وفي بعض الفقراء، كل حاله على حسب دراستها على حسب البحث بتاعها يعني. مثلا حاله 4 افراد بنضطر مثلا نديها يعني، احنا الحاله مثلا الكفاله عندنا بتبدا من 300 مثلا ل 600، دي مثلا بالدراسه كده يعني. بندرس الحالة مثلا وبندرس متطلباتها، معها أطفال في مدارس، طب نوع المدارس اللي هي فيها، هل هي مثلا ثانوي، هل هو تجاري، هل هو ابتدائي، هل هو إعدادي، على حسب قدر الحالة احنا بنقدر نحدد الكفالة. أما بالنسبة للأسهم هو طبعا بالفعل في أسهم وفي جمعيات بتساهم معانا في ده، بنقول له مثلا والله الحالة الأمر طب إيه المطلوب؟ لا مطلوب كفالة شهرية، لأن دي مثلا مريضة كده مش هتقدر إن احنا نفتح لها مشروع، لأن احنا برضه عندنا مشروعات تنموية، فانت المشروع مش ينفع تديه الحاله هي يعني ملهاش اي درايه بالمشروع، تديها درايه بالمشروع يبقى انت كده بترمي الفلوس في الارض. لا طبعا انا بكفلها خلاص يعني، انا اجزت خالص ان انا اديها، يبقى هي الكفاله، انا بديها الكفاله عشان هي تحسن من وضعها المعيشي يعني. من خلال عمل حضرتك في المجال ده، في مجال التطوع الخيري يعني والأعمال الخيرية، هل شايف إن فعلا في عندنا الفكر ده موجود بشكل كبير دلوقتي في المجتمع، ولا الأول كان أكتر، ولا يعني احكي لي كده عن المنحنى للأعمال الخيرية شكله إيه؟ بيزيد مع الأيام ولا بيقل مع الفاقة والحاجة، ولا إيه؟ والله هو انا من خلال يعني عملي في العمل الخيري والعمل الاجتماعي، اي قافله او اي مكان انا بقبل عليه او بشتغل فيه بشوف يعني كله عايز يتطوع يعني، يعني الشباب عايزين يتطوعوا، الفتيات عايزين يتطوعوا يعني، بتلاقيه كتير بشده يعني حواليك، بس انت بتطلبي يعني، انت بتقولي والله مثلا انا هعمل العمل ده والعمل ده خيري لله، فبس بتلاقي يعني كله الشباب كلهم ملتفتين حواليك، ملتفين حواليك، البنات نفس الوضع يعني. فلا انا اي خطوه بصراحه في الخير بقبل عليها الحمد لله بتجيب استجابه الحمد لله رب العالمين. متطوعين مع حضرتك طلبة لا بيشتغلوا، لا ستات بيوت مثلا بيساعدوكوا في الإطعام وغيره، الفئات اللي بتتعامل معاها؟ الفات بنتعامل مع ستات البيوت معانا، وفي برضو بعض الطلبه معانا اللي هم برضه الطلبه موجودين معانا يعني في المعارض مثلا، بنستعين بالشباب طلبه بيجوا برضه، ما حدش بيتاخر، بل بالعكس يعني انا بلاقي هم اللي بيبادروا بذلك يعني، بمجرد ما بيسمعوا الاعلان عن معرض خيري لاكتساء اطفالنا اللي هم الايتام والفقراء والمرضى وكده يعني اولادهم يعني، فهم اللي بيقبلوا وهم اللي بيوقفوا وهم اللي بيوقفوا معانا وبيفرشوا معانا وبيوقفوا معانا لحد النهايه كمان يعني. حد النهاية. ولو في حد كمان يعني بيقدر يساعد بالدعم المادي بيساعد يعني، ما بتوقفش يعني طب بيساعد احنا يعني. دلوقتي في دخلة الشتاء بقى، ويعني الشتاء طبعا السنة دي متنبئ انه هو هيكون شتاء قارس شوية، هو لسه طبعا عندنا في أسوان لسه ما ابتداش الشتاء، بس يعني بيقولوا على آخر أسبوع يمكن الجو يبتدي بقى مع يقرب بداية شوية فصل الشتاء رسمي تمام 21 إن شاء الله. تمام بتستعدوا ازاي لفصل الشتاء؟ هل له استعدادات معينة؟ احنا الحمد لله رب العالمين كان في تقريبا في شهر 10 استعدينا ليه بتوزيع الملابس الشتوية، الملابس الشتوية لأطفالنا اللي هم
مستحقين واللي هم مدروسين تماما. بدأنا نوزع عليهم الملابس الشتوية، استعدينا ليه برضو الحمد لله بالنسبة للبطاطين. وبالنسبة للأسقف بقى، يعني دي أهم، يعني أنا عندي دي أهم من البطاطين. طبعا. أسقف أنا عندي أهم من البطاطين. في الشتاء بيكسر عندنا ضغط الأسقف، فبنضطر إن إحنا نركز على الأسقف أكتر ما أنا بركز على بطانية أو كرتون. أنا مش عايز أديها كرتونة وبطانية، أنا مش عاوز أديها كرتونة وبطانية، لا أنا عايز أديها سقف محترم بحيث إني مطرة هواء برد ما يوصلهاش. هي دي فكرتي أنا، يعني أنا في الشتاء ما بركزش على بطانية وكرتونة، لا أنا بركز على السقف. والحمد لله رب العالمين بتبقى نتائج مثمرة، وبنحقق ذلك الحمد لله على قدر المستطاع، على قدر المستطاع في السقف يعني. طيب، يعني انتوا دلوقتي في مثلا تارجت، في مستهدف قدامكم دلوقتي بتعملوه بالنسبة للأسقف؟ يعني في اكتر من حالة حاطينها دلوقتي قدامكم وهتبتدوا تشتغلوا عليها؟ احنا حاليا يا فندم شغالين، اها، حاليا شغالين في 15 حالة أسقف في قرى مختلفة. مختلفة زي الغرب عندنا بامبا، في ضراو، في كومومبو، في الشط، في أماكن مختلفة يعني، في كل مكان، في العباسية كومومبو، في مثلا كل قرية فيها اثنين يعني. ده برضو دي حالات مدروسة يعني، تمام كده. في حالات تانية مقدمة معانا، بس يعني الحالات دي احنا شايفينها أشد شوي يعني يعني. انت البحث تبعي بتبدأ بالأشد احتياجا. طبعا انا ببدأ بالأشد اللي هو ما ينفعش يستنى، لأن ده لو استنى في ضرر عليه، فأنا لا بقى أرفع الضرر ده. فبعمل إيه؟ خلاص ده يا شباب هنشتغل ده النهارده مثلا وده بكره، فبتبقى كده الفكرة يعني. طب كلمني عن المطبخ بقى، المطبخ فكرة يا فندم الإطعام بتعملوا فيه ايه؟ هي فكرة الأطعام، هي مجموعة قوارير الخير، هي فكرة يعني قوارير الخير هي فكرة النساء يعني، تمام كده؟ هم اللي فكروا في ده. يعني القوارير أصلا يعني منسوبة للسيدات منسوبة يعني. للستات بالظبط كده. فهم جزاهم الله خير الجزاء، فكرتهم هم دي يعني. هم في احد الندوات يعني اللي كنا بنقعدها وكده، فقالوا طب احنا عاوزين برضو نعمل حاجة نأكل بيها الناس يعني. في مثلا حد بيبقى ما عندوش اكل وبيبقى كبير في السن مسن، بس ما فيش حد بيعمل له اكل. طيب انا عايز اوصل له الاكل، اعمل ايه؟ طيب انتوا عايزين تعملوا ايه مثلا؟ لا طب مثلا تعالوا احنا هنعمل، هنبدأ ننشر الفكرة الاول. الحمد لله رب العالمين، هي الفكرة كان في حد بيطبقها قبلينا، تمام كده. فقعدنا مع الحد ده واتكلمنا معاه ورحب بالفكرة ودربنا على الفكرة، وبدأنا بقى ايه ننزل خلاص بقى ايه لاصحابنا والمحلات، والله عاوزين نعمل اطعام، والله عاوزين نعمل كذا، والله عاوزين نعمل كذا. فبدأت الفكرة تستجيب، بدأنا بقى نشتغل 100 200 وجبة 300، فبدأنا الحمد لله العدد يتزايد. عندكم مطبخ مجهز بقى، لأن طبعا طبعا الوجبات دي بتحتاج تجهيزات كبيرة، يعني انت طبعا بتعمل عدد كبير اللي انت طبعا. بتقوله ده. وبعدين حضرتك احنا مش شغالين برضه في ضرا وبس، لا يعني انا بكلم حضرتك احنا بكره عندنا مطبخ هنا في اسوان في المحمودية، بكره الاثنين عندنا مطبخ هنا في المحمودية، ممكن الاثنين اللي جاي بص تلاقينا في كومومبو، الاثنين اللي بعده في ادفو، انت اسبوعي بتعمل اسبوعي كل يوم المطبخ؟ في الاسبوع بنعمل مطبخ. وبنقول له برضه احنا المجموعه معانا، بنقول والله احنا رصدنا قريه، رصدنا قريه كامله، القريه دي بحاجه الى اطعام، فيها مسنين وفيها مرضى، فبحاله الى اطعام. القريه هي مثلا المحموديه، تدرس القريه بينزلوا الشباب طبعا الموجودين مع المناديب اللي هم المتطوعين برضو في الخير معانا هنا، بيشرحوا حاله القريه. والله القريه عندنا مثلا احنا 100 مسن، عندنا 100 ارمله عندنا، فبيبداوا يحددوا العدد ده، وبنبدا من العدد ده خلاص الحمد لله رب العالمين نبتدي نشتغل وبننتج الحمد لله وبنغلف. واحنا بنروح للحاله لحد عندها، ما بنخلاش هي تاجي، لا احنا بنروح لحد الباب بنخبط وبنديها بتبقى عارف البيت طبعا الأسرة كام فرد طبعا. وبتديهم عدد الوجبات ايوه حسب طبعا الحاجة طبعا ده أسبوعيا. حضرتك اسبوعيا. بتعملوا كلها وجبات غدا ولا في وجبات كمان عشاء أو لا غدا فطار؟ بس، كله غدا، كله. غدا بس. الوجبة بتبقى متكونة من إيه؟ الوجبة بيبقى فيها رز وخضار. بتلاقوا رز؟ نعم بتلاقوا رز الأيام في دي؟ الرز صعب في شوية. موجود؟ لا لا موجودة، لا موجودة يعني. أهل الخير الحمد لله، الناس يعني موفرين لنا كل حاجة، نحتسبهم على خير يعني. انت بتاخد من التجار كميات مش كده؟ بناخد من التجار، لا مش كميات، هو يعني الـ البنات بيعملوا ايه؟ بيروح مثلا للتاجر ده، والله احنا مثلا قدرنا نجمع لحد الان 5 رز اللي موجودين عندنا دول، فبقول له طب خلاص وانا عندي الباقي خلاص، ما تروحش لحد تاني، لان هم عارفين بعض يعني التجار يعني. يعني انت مثلا بتاخد في المرة الاطعام قد ايه، كام كيلو مثلا رز؟ لو ربنا كرمنا وقدرنا نجمع، ما هي اللي بتحكمنا اذا كان الفراخ او اللحمه او السمك او هما دول الكفته، اللي مكلفين دول شوية. اللي بيحكمنا، هو اللي بيحكمنا من خلاله هو انا هعمل كميه الرز يعني. مثلا لو ربنا كرمني بعدد ما يقرب من 300
وجبه 300 قطعه مثلا يعني من اللحوم، بقدر انا اعمل 35 مثلا رز، 4 كيلو او 5 كيلو مثلا من الشعريه مع الرز، ببدا اجهز زيتي. بس 300 وجبة دي تبقى محتاجة منك قد ايه لحمة؟ يعني بتجيب ذبيحة مثلا ولا لا بتجيب هي اكيال بالكلوات؟ اكيال يعني مثلا احنا عندنا مثلا تروح مثلا عند الكيلو، جزار ادالك الكيلو مثلا، كمية. من 4 لـ5، بيطلع معانا من 4 لـ5 قطعة مثلا، الوجبات لا الكيلو أي الوجبة، الكيلو بتقسمه على اربع على خمس وجبات. 4 5 وجبات بالظبط كده. ده لحمة صافية يعني بيكون يعني. طب دي حاجة كويسة. لا أنا أقصد يعني أنت كده يعني الكيلو لو بيعمل لك 5 وجبات مثلا، يبقى أنت محتاج كده كام كيلو؟ اللي يبقى محتاج حوالي 60 كيلو لل 300، في الحدود دي. مظبوط؟ في الحدود دي بتجيبهم كلهم من حتة واحدة ولا من ذبيحة مثلا بتشتروا ذبيحة وتجهزوها، ولا بتجيبها من أكتر من جزار مثلا ولا إيه؟ هو ممكن لو لما بيبقى في حد مثلا، طبعا عشان المطبخ الناس كلها شايفاه، لما بيبقى في حد مثلا ذبح صدقه بيرن مثلا بيقول والله طب انا عندي مثلا 20 كيلو، حاجة كده بتجمع بقى. بنجمع مثلا، طب على اخر الاسبوع مثلا، طب خلاص احنا جربنا على 400 وبس، عاوزين حاجه بسيطه، فبنبدا نلجا بقى للتجار وللناس، يا جماعه خمسه كمان، انا عندي مثلا 55 محتاج خمسه، يقول لي خلاص تمام ما فيش تقدر مشكله، توفر ده كل أسبوع؟ بوفره كل اسبوع الحمد لله. بارك الله فيكم. يعني الحمد لله الحقيقة برضه بمساعدة مؤسسات المجتمع المدني وبمؤسسات برضه الجامعات حتى لا نهدر حق حد، وبرضه بالشباب ما شاء الله وبالتجار الناس يعني ما طب فيش انتوا حد مجموعة يعني. سواعد الخير، لا قوارير الخير، قوارير انا الخير اسفة، قوارير الخير مشهرة مؤسسة، ولا انتوا بتشتغلوا بس بشكل خيري بينكم وبين بعض؟ في الوقت الحالي مجموعة أو فريق قوارير الخير بشكل خيري، بس في طريقنا بإذن الله تعالى فكرة الإشهار. لمؤسسة بفضل الله تعالى يعني، في طريقنا يعني، لكن لسه ما متاخدتش فيها خطوة، لسه احنا فريق أو مجموعة قوارير الخير، شباب وبنات وأولاد يعني. صدقني انا مش بتفرق معايا المسميات قوي، ما انا يهمني بتفرقش، كد العمل نفسه، ان الحاجه توصل لمستحقيها. أكد يعني العمل النهارده نفسه لما انا اجي واستعين باستاذ حازم اقول له لو سمحت انا عايزه دول يوصلوا بالظبط كده. يوصلهم ازاي بقى، انه عامل مؤسسه رسميه او غيره، بس المهم ابقى واثقه في المجموعه اللي بتعامل معاها، مواصلة المستحقين. لان ده جزء من الصدقه، ان انت لما تطلع صدقه تتاكد ان هي بتوصل طبعا لمستحقها، طبعا ده اهم من ان انت تطلعها في حد ما ذاتها. هو ده النجاح، ان انا النجاح ان انا احط لي ايدي على المستحق، هو ده النجاح، ان انا مش النجاح ان انا الله انا وزعته خلاص، لا مش الله ان انا وزعته طبعا، لا انا اهم حاجة ان انا احط لي ايدي على اللي هو الفئة المستحقة بالفعل، اوضع يدي في المكان الصح. وبيزيدوا الأعداد يعني، ولا أنت بتقتصر على كم أسرة في كل قرية؟ لا هي الاعداد زايده، فاحنا احنا بناخد برضه في الاحج يعني، بناخد الف بتاخد الأكثر ب احتياجا طبعا زي ما اتفقنا. تمام طيب يعني اكتر. يعني كمان مع ارتفاع دلوقتي الأسعار والأجهزة وغيره، البنات بقى اللي بتتجهز والعرايس بتعملوا إيه؟ بنلجأ لأهل الخير برضه هم يتحملونا يعني، وبنلجأ برضه للجمعيات والمؤسسات هم على درايه بينا، احنا بنبعت لهم مثلا الطلبات تحت الزواج ده، بنبعت لها مثلا صوره القسيمه والورق الخاص اللي هو مطلوب تمام كده، وبينزل برضه بحث زي ما قلت لحضرتك، وبيتاكدوا ان دي خلاص تمام زواج وتمام مفيش مشكله، فبيكون بنقوم الحمد لله بتسليمه ثلاجه وغساله وبوتاجاز، بيتم ثلاجة التسليم وغسالة وبوتاجاز، وبوتاجاز ده بالظبط هايل. جهاز. دول في حد ذاتهم مبلغ مش قليل يعني طبعا بيبقى. طبعا طبعا، فاحنا هي يعني هو اتقل حاجه في جهاز العروسه ايه؟ ثلاجه وغساله وبوتاجاز، طبعا فانت بتحاول تسهلي لهم ده عشان الجواز ايه؟ تتم يعني. يعني الحقيقة بجد مجهود مشكور جدا منكم، سعيدة بيكم وببقى سعيدة جدا بكل اللي بيبقوا معايا هنا، وبلاقي قد ايه احنا لسه في عندنا خير في مجتمعنا. الحمد لله يعني بجد يا جماعة، فكرة ان احنا نفرج عن الناس حوائجهم دي افضل شيء عشان نقدر نعدي من الايام الصعبة اللي كلنا بنمر بيها. مش احنا عندنا فقراء صحيح ما بيقدروش يناموا، او في اسر بتنام زي ما كنا بنقول ما حدش بينام من غير ما ياكل او جعان، لكن لا ده بيحصل دلوقتي. لكن حتى الناس المتوسطة، الاسر المتوسطة في بعض الاحيان برضو بتمر بضائقة مالية بتبقى صعبة عليها. يعني زي ما بيقول استاذ حازم، احنا بنبدا بالاشد احتياجا ثم طبعا الاقل، لكن في كل الاحوال يعني نعود نفسنا طول ما احنا في عندنا دخل ثابت داخل بيوتنا، حتى لو الدخل ده ما بيكفيناش خلونا نقتطع منه جزء للصدقه عشان يكفينا. يعني هي دي الطريقه اللي من خلالها ربنا يبارك في الدخل اللي داخل لنا ده ويقدر يكفينا، هي دي البركه ان احنا نطلع لغيرنا مهما كان اللي طلعنا. الواحد ما يقولش يعني ايه
انا طلعت، لا ده مبلغ قليل، ده مبلغ. بس هو وبعدين يطلع، بس هو يطلع، يطلع. وبعدين اللي ما يقدرش حتى يطلع فلوس يشارك بمجهود، زي الشباب اللي احنا شايفينهم معانا دول، يعني حقيقي كل واحد ربنا يبارك له في صحته لما يطلع مجهود. طبعا انا شفت فكرة كمان كانت كاتباها واحدة من الامهات، بتقول ان انا الصبح بدي مع ابني ساندوتش زيادة معاه في ربما اللانش بوكس حد في بتاعه او في الشنطة بتاعته، الزميل لي يمكن محتاج. حد من زمايله، بالظبط يعني كده، دي حاجة بسيطة جدا. بالظبط كده. بس تخيل حضرتك لما حاجة بسيطة زي دي الولد يتعود ان هو يعطي، هيطلع يعني هي عليها، كده بتضرب عصفورين بحجر واحد، هيطلع عليها، هيتربى عليها، بتعلمه الخير بتعلمه الانفاق. وفي نفس فهو الوقت طالما بتحميه تعود على بيه، الانفاق خلاص مش هيبطلها. وبتحميه بالخير ده، بالظبط كده، يعني ده بالظبط، بيحمي خطاه، بالظبط لان هي كده، بتطلعه بالظبط كده، بنية ان هو يحافظ على ابنها. بالظبط كده. فبجد الضائقة او حتى لو حد فينا عنده مشكلة صحية او مشكلة نفسية او متضايق، دايما نطلع الصدقات وندعي بنية الشفاء، بنية الرزق، بنية الصحة، يعني ده باب ربنا فتحه لنا وسايبه على مصراعيه، فخلونا نستغله حقيقي. يعني انا برضو أستاذ بعذرك حازم، تاني، انا ممكن إزاي بقى الناس تتواصل معاكم لو حبيت؟ احنا طبعا الصفحة موجودة على الفيسبوك، ضمن فريق قوارير الخير. وغير كده يعني مع كثرة العمل خلاص انت بقيتي يعني ايه تسمعي، يعني كله بقى ايه، يعني حتى هم لو لجأوا مثلا لمكاتب التضامن الاجتماعي، لو لجأوا مثلا اي وحدة تضامن اجتماعي بيتصلوا علينا برضو، التضامن الاجتماعي مثلا، والله في حالة مثلا عارفينها الأمر بتاعها مريضة كذا، ما عندهاش كذا، طب عاوزة سقف، طب عاوزة مباني، طب عاوزة مية، فبن على طول بنتلقى الخبر على التليفون على طول، وبنروح نازلين أرض الواقع نستحر على الحالة. لا تمام كده، كويسة تمام، ما فيش مشكلة، بنبدأ في التنفيذ على طول. يا ربنا يجعله في ميزان هو يمكن حسناتكم. الآن كمان، اتفضل. جزاك الله عنا خير، يمكن الآن كمان في طريق إن شاء الله بإذن الله عاوزين نحول لتنموي. إيه تنموي؟ يعني الأسر اللي بتاخد من عندنا كفالة دول، أنا مش عايز أعودهم على الكفالة، أنا مش عاوز أعودهم على الكفالة، ما تديش سمك تعودني الصدفة يعني. أديك الصنارة. بالضبط كده، أنا عايزين يعني نبدأ في فكرة التنموية إن شاء الله بإذن الله للحالات اللي معنا، اللي بتفهم في المخبوزات هنفتح لها مشروع مخبوزات إن شاء الله، اللي بتفهم في التطريز أو الحاجات الخياطة أو الحاجات اللي زي كده، بفضل الله عز وجل إن شاء الله هنكون مقبلين عليهم بفضل الله، ونوقف جنبيهم بفضل الله تعالى. يعني ربنا يجعله في ميزان الله حسناتكم يخليك، شكرا ويجركم جزيلا لك، خير، شكرا لك. ودعوة للخير لكل الناس اللي بتتابعنا وبتشوفنا. دايما خلونا نتعاون للخير، لأنه هو ده اللي بيبقى، وهو ده اللي مخلي بيوتنا مفتوحة، وهو ده اللي بيحمينا وبيحمي أولادنا، وبيبقى دايما من خلاله في صلة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. أنا نعم، بشكرك جدا أستاذ الله حازم محمد يخليك. صابر، متطوع للخير، وكل المجموعة اللي بتشتغل معاك الحقيقة، وأي حد بيعمل في هذا المجال الخير اللي كلنا محتاجين ان احنا نبقى جزء منه. شكرا ليك. الشكر موصول لحضراتكم اللي اتحتوا لنا الفرصه ان احنا نعرض حاجه الخير دي. شكرا جزيل الشكر ليكم، وشكرا جزيل الشكر لكل اخت واخ ساعد معانا او ساهم معانا او سندنا في هذا العمل. احنا مش عاوزين نذكر حاجه عشان ما حدش يزعل مننا، ولكن كل من ساهم ووقف في الخير احنا بنتوجه له كل الشكر، والشكر لكم. شكرا جزيل الشكر ليكم. أعزائي المشاهدين، احنا لسه متواصلين مع حضراتكم من خلال حلقة